سعد الله مساكم كل خير مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا في هذا المساء وفي أمسية متجددة من برنامج حديث المساء. نأخذكم إن شاء الله في جولة بالمنطقة الشرقية وإمارتنا إمارتنا الباسمة إمارة الشارقة، إضافة إلى إن شاء الله الكثير من الفقرات الحاضرة معنا كما عودناكم في برنامج حديث المساء والزملاء المراسلين الموجودين في المنطقة الشرقية، إضافة إلى ما يقدمونه الزملاء في فريق العمل. دائما المساء مشاهدينا الكرام يبدأ معكم بأهم العناوين. سلطان بن أحمد يشيد بدور قناة الشرقية من كلباء. دائرة الثقافة تنظم برنامج الراوي في وادي الحلو. إمارة الشارقة ودعمها لرواد الأعمال. طبعا كما ذكرنا مشاهدينا الكرام، إضافة إن شاء الله الكثير من الفقرات الحاضرة معنا، وأيضا إن شاء الله ضيوفنا اللي راح ينورونا اليوم في الاستديو أو عن طريق الاتصال. دائما المساء أيضا مشاهدينا يبدأ معاكم بأهم الأخبار من مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأها معاكم من إمارتنا الباسمة. ولي عهد الشارقة، تجاوزنا الصعوبات وتعاملنا مع التحديات بكل فخر. افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان قاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم الخميس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لدور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر. التفاصيل في المقطع التالي. برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، شهد سموه افتتاح أعمال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لدور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر. وكان في مقدمة مستقبلي سموه الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي رؤساء الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين في الإمارة. مراسم الحفل بدأت بوصول سمو ولي عهد الشارقة إلى قاعة المجلس الاستشاري، حيث عزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعقبها تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم. ثم ألقى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة كلمة بهذه المناسبة قال فيها سموه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة والأخوات أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لنا أن نكون معكم اليوم تلبية لدعوة الانعقاد الكريمة من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة حفظه الله، وهي فرصة أتشرف بها لأبلغكم سلام وتحيات سموه الكريم وتمنياته لكم بدوام الخير والتوفيق والسداد. لقد عايشنا معكم خلال الفترة السابقة من المتغيرات والتحديات ما زادنا إصرارا وثباتا وقوة وبفضل وتوفيق من الله، ثم انطلاقا من مسؤولية قيادتنا التي شملت مختلف القطاعات بالرعاية والدعم اللامحدود، تمكنا من تجاوز الصعوبات والتعامل مع التحديات بشكل يدعونا إلى الفخر وبصورة نموذجية باتت مضربا للمثل. فبوركت جهود الجميع، وشكراً لكل من ضحى وبذل في سبيل خدمة الوطن وأداء الواجب. ومن هذا المنطلق نوصيكم وجميع الجهات الحكومية في إمارة الشارقة بالعمل الدؤوب والتعاون المستمر
لتحقيق الرؤى والأهداف المرجوة والمحافظة على المكاسب والإنجازات بما يرقى لآمال وثقة الوطن والمواطنين والقيادة الرشيدة. ونحن على ثقة بأنكم أهل للمسؤولية، وإن مجلسكم سيكون كما عهدناه عوناً وسنداً لحاكم الإمارة الذي تسكن قلبه محبة الوطن، ويعمل دون كلل أو ملل ليدوم الخير والرخاء، وينعم الناس بكريم العيش والأمن والأمان. الأخوة والأخوات، بسم الله وعلى بركة الله، ونيابة عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، يسعدنا أن نعلن عن افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري، متمنين لكم التوفيق والسداد لما فيه خير البلاد والعباد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك تلا الأمين العام للمجلس الاستشاري سعادة أحمد سعيد الجروان المرسوم الأميري رقم 36 لسنة 2021 بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد في دوره العادي الثالث. أعقب ذلك كلمة لسعادة علي محد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أكد من خلالها أن المجلس الاستشاري من خلال أدواته البرلمانية والرقابية يسعى في دفع عجلة التنمية بالإمارة من خلال تكامل الأدوار مع المؤسسات الحكومية. واستطاع المجلس أن يخطو خطوات عملية ملموسة في كافة الأصعدة، فدوره ليس محدودا لما يدور في أروقة المجلس، بل سعى من خلال أدواته البرلمانية في الارتقاء من النجاح إلى التميز بالمناقشات في الجلسات العامة ومناقشة مشاريع القوانين، والتوجه للارتقاء بمستوى الرفاهية والعيش الكريم للمجتمع. سمو الشيخ، إننا نشيد بدور المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سموكم نحو تحقيق أفضل الخدمات الحكومية من جهة، والحرص من جهة ثانية على إعداد المواطن للمستقبل اللائق منذ المراحل المبكرة. ختاما وبعد انتهاء مراسم حفل افتتاح الجلسة، عقد المجلس الاستشاري جلسته الإجرائية الأولى برئاسة سعادة علي محد السويدي، ناقش من خلالها تشكيل اللجان الدائمة للمجلس. توفيق للمجلس الاستشاري في خدمة الإمارة وخدمة المواطنين وما يقدمون وما يبذلون من جهد، وفقهم الله إن شاء الله وأعانهم على هذه المسؤولية. مشاهدينا، ننتقل معكم الآن إلى خبرنا التالي. سلطان بن أحمد يزور قناة الشرقية من كلباء ويشيد بدور العاملين فيها. أشاد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام بجهود العاملين في قناة الشرقية من كلباء التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وذلك خلال التغطية الخاصة والمتميزة للحالة المدارية شاهين عبر الوقوف على كافة استعدادات وجاهزية المؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة وتوعية الجمهور بكافة الإجراءات الاحترازية. جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى مقر القناة في مدينة كلباء، وأثنى سموه على كافة جهود العاملين في القناة الذين كان لهم دور بارز في تغطية أوضاع الطقس مؤخرا. وأكد سموه نائب حاكم الشارقة أن أغلب المشاهدين من خلف الشاشات لا يدركون مدى الجهد الذي يتم بذله من قبل الكادر الذي يتمتع بأعلى معايير المهنية والكفاءات، والتي ظهرت جليا خلال التعامل مع تأثرات الحالة المدارية شاهين على قناة الشرقية وفي المنطقة الشرقية بشكل عام، ونقلها ومتابعتها بصورة احترافية كاملة. دائما توجيهات سموه وكذلك يعني متابعة وهذه الكلمات المحفزة لأبناء وكذلك موظفي قناة الشرقية من كلباء هي تعتبر بمثابة دعم وتشجيع لكافة العاملين في قناة الشرقية من كلباء. اليوم أصبحت قناة الشرقية من كلباء
هي الوجهة الإعلامية في المنطقة الشرقية لتغطية كافة الأحداث في المنطقة ومواكبة كافة هذه الأحداث في المنطقة. وبالتأكيد يعني اليوم استمعنا إلى النصائح والتوجيهات من يعني سموه الكريم في طبعا تغطية الأحداث ومواكبة الأحداث والصورة العامة لقناة الشرقية من كلباء، وأيضا ما تتميز به هذه القناة من طابع محلي للمنطقة الشرقية ونقل هذا الطابع بشكل مناسب يعني للظهور بأجمل حلة في المنطقة الشرقية. وكذلك دائما توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وولي عهده الأمين وكذلك الشيخ جواهر يعني على ما يقدمون من هذا الدعم لأبناء قناة الشرقية من كلباء وموظفي قناة الشرقية من كلباء. اليوم يعني كان التعامل مع هذه الحالة المدارية في المنطقة الشرقية بطبعا الظهور بأجمل صورة بالمنطقة الشرقية وتعاون المؤسسات من هذه الناحية، فاليوم كان هناك تعاون كبير من قبل الجهات المعنية في المنطقة الشرقية، فهنا يكون الدور التكميلي لهذه الجهات في المنطقة ويكون الدور هو مسؤولية مجتمعية للجميع. فيعني كانت زيارة جميلة وزيارة مميزة في قناة الشرقية من كلباء، وتم أخذ الصورة الجماعية لجميع الكوادر الموجودة في قناة الشرقية من مصورين والأقسام الأخرى من العمليات وكذلك البرامج والإداريين، فكانت يعني زيارة موفقة وجميلة من صاحب السمو. فيعني هذه الزيارة إن شاء الله هي راح تكون أو راح تكون متكررة ومستمرة لقناة الشرقية من كلباء وكذلك المنطقة الشرقية. مشاهدينا ننتقل معكم الآن إلى خبرنا التالي. تخريج الكوكبة الأولى من منتسبي برنامج دبلوم البرلمان العربي للطفل. احتفلت كل من جامعة الشارقة والبرلمان العربي للطفل بتخريج المتدربين في برنامج الدبلوم المهني في البرلمان العربي للطفل لمهارات العمل البرلماني. من أعضاء وعضوات البرلمان العربي للطفل والبالغ عددهم 64 عضوا يمثلون 17 دولة عربية، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين والأردن وتونس والجزائر وجيبوتي والمملكة العربية السعودية والسودان والعراق وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا. وشهد حفل التخريج والذي تم تنظيمه عن بعد من خلال تطبيقات التواصل كل من سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وسعادة أحمد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في البرنامج. وننتقل أيضا معكم مشاهدين الكرام إلى خبرنا التالي. إطلاق حملة فعاليات للأطفال والعائلات في مول الرحمانية. أعلن عبد الله عيسى الحريمل المدير التنفيذي لقطاع الشركات الجديدة في تعاونية الشرقة عن إطلاق حملة فعاليات للأطفال والعائلات تحت شعار اكتشف عالما من المفاجآت، تهدف إلى تشجيع العائلات على زيارة مول الرحمانية. تفاصيل في المقطع التالي. مول الرحمانية عبارة عن مول خدمي في 70 محل متنوع، محلات مطاعم، محلات خدمية ومتاجر أخرى متنوعة. والأسبوع القادم إن شاء الله نفتح المحل رقم 40 من أصل 70 محل، اللي بيكون محل سناب فتنس نادي رياضي نسائي من أمريكا. وإن شاء الله خلال الربع الأول من السنة الجديدة سنفتح 30 محل آخر، على رأسهم محل بادل تنس، محل داخلي مكيف للبادل مع محل إكسسوارات للبادل تنس، بالإضافة إلى عيادة حجم 700 متر مربع، بالإضافة إلى سينما في 4 شاشات سينما سيتي. اليوم نعلن عن ابتداء الفعاليات، وسيكون الفعاليات لمدة شهر، عبارة عن فعاليات عائلية يومية، عروض عائلية متجولة في المركز، بالإضافة إلى مسابقات بحيث كل متسوق يشتري بقيمة 250 درهم وما أعلى يكون له جائزة مضمونة في المركز. طبعا جميلة مثل هذه الفعاليات اللي تقام في إمارة الشارقة لطبعا الأطفال والعائلات، يعني كما رأينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالكمامات وغيرها من هذه الأمور. فاليوم ولله الحمد أصبحت العودة التدريجية ناجحة بشكل كبير وفعالة في إمارة الشارقة، وكذلك ثقافة الإجراءات الاحترازية أصبحت حاضرة لدى الكبار والصغار، فنتمنى من الجميع إن شاء الله يستمتعون في مثل هذه الفعاليات والمهرجانات.
مشاهدينا الكرام، استمرارا لبرنامج دائرة الثقافة في المنطقة الشرقية، نظمت اليوم برنامج الراوي في منطقة وادي حلو. التفاصيل في التقرير التالي. تواصل دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية برامجها الثقافية، حيث تنظم برنامجا ثقافيا في مجلس والي وادي الحلو بحضور والي المنطقة الوالد خميس بن سعيد المزروعي والأستاذ محمد السويجي مدير إدارة المنطقة الشرقية بدائرة الثقافة، والأستاذ محمد عبد الرحمن الطنيجي، والأستاذ مبارك محبوب، وعددا من الأطفال والحضور الكريم. طبعا تلقينا دعوة من دائرة الثقافة في المنطقة الشرقية لجولة تصويرية في منطقة المدام وبالتحديد في القرية المدفونة. طبعا شكلنا تقريبا فريق من تقريبا 20 مصور، توزعنا في المنطقة، حاولنا احنا نغطي المنطقة بشكل عام على أساس ان نطلع الجوانب للمنطقة هذه او القرية المدفونة بنظرة فنية لمصورين. بعدها شاركنا فيها في معرض في منطقة المدام، كل مصور كانت له لحقية بالمشاركة بعمل واحد. تضمن البرنامج افتتاحا لمعرض خاص للمصورين المحترفين، حيث كان يشمل عددا من الصور التي تحكي قصص سكان منطقة المدام وتحديدا القرية المدفونة التي ترعرعوا فيها منذ القدم. يعقب الافتتاح عرضا فيلميا قصيرا لجمهور المصورين ومراحل تصويرهم لهذه اللوحات المميزة. صراحة لقاء مثمر، لأن حضروا الأولاد وتكلمنا عن العلم والمعرفة والقراءة، فالعلم والقراءة هي التي ترقب الإنسان وترقب العقل وترقب في الأمم وترقب في الحضارات، فيجب علينا أن نهتم بهذه اللقاءات وبهذه الندوات وفي كل مجال اللقاءات. يعني دار الحوار في هذه الجلسة عن مسيرة الأستاذ محمد الطنيجي وكيفية اكتسابه لهذه الثقافة والمخزون الأدبي في مسيرته، حيث ذكر أهمية العلم لنشأة الإنسان، ويجب أن نكون دائما أمة العلم والتفكير والثقافة. طبعاً البرامج الأدبية هي إحدى سلسلة من البرامج الثقافية التي تقدمها دائرة الثقافة هنا في المنطقة الشرقية، والبرنامج راوي من الشرقية الذي قدمته دائرة الثقافة هنا في منطقة وادي الحلو في مجلس والي منطقة وادي الحلو هو اهتمامه على الجانب الأدبي من ناحية الروايات، من ناحية القصص، من ناحية الربط بين الأدب والرواية والقصة. اختتم هذا البرنامج الثري بتكريم محمد صالح السويجي مدير إدارة المنطقة الشرقية بدائرة الثقافة للراوي محمد الطنيجي والمشاركين الذين أسهموا في نجاح هذا البرنامج. مشاهدين، أعود لكم من بعد هذا التقرير. ودائرة الثقافة ومتقدمة هذه الدائرة في المنطقة الشرقية وخدمة المنطقة الشرقية من هذه المهرجانات وهذه الفعاليات المميزة الثقافية التي دائما ما تتماشى مع رؤية إمارة الشرقة الثقافية. ننتقل معكم الآن إلى موضوعنا التالي. منذ فترة قصيرة أعلنت القلب الكبير المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم عن فتح باب الترشيح للدورة السادسة من جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين للعام 2022، التي تركز على تكريم أصحاب المشاريع والمبادرات الفاعلة التي أسهمت في توفير احتياجات اللاجئين الغذائية والصحية والتعليمية والاجتماعية، وغرست في نفوسهم الثقة والأمل بالمستقبل. في فقرتنا التالية إن شاء الله بنسلط الضوء أكثر على هذه الجائزة باستضافة الأستاذة بيسان سلامة مدير العلاقات مع القطاع الخاص في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. بداية أستاذة بيسان، رحب فيك وحياك الله معنا في برنامج حديث المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير وشكرا جزيلا لاستضافتي في البرنامج. يا هلا ومرحبا، واحنا نرحب فيك ونشكركم على الدور الكبير تقومون فيه وكذلك مجهوداتكم. بداية نود أن نتعرف على دوركم كمنظمة دولية لدعم اللاجئين.
أوكي. زي ما بتعرفوا يوجد هناك أكثر من 82 مليون لازق ونازح داخليا حول العالم نتيجة للاضطهاد والحروب والعنف. فتصوروا أنه 68% من هؤلاء اللاجئين يأتون من 5 بلدان فقط، هم سوريا، فنزويلا، أفغانستان، ميانمار وجنوب السودان. ومعظم هؤلاء اللاجئين يتم استضافتهم في الدول النامية، سواء اللاجئين السوريين في الأردن أو لبنان، أو نحكي اللاجئين الروهينجا في بنغلاديش. فعملنا في مفوضية اللاجئين يتمحور حول حماية حقوق اللاجئين وبناء مستقبل أفضل لهم. ويعمل موظفينا في أكثر من 130 دولة حول العالم، فعندنا حوالي 90% من موظفين مفوضية متواجدين في المواقع الميدانية ليساعدوا اللاجئين والنازحين. نعم. فعملنا يصب عملنا هو لمساعدة اللاجئين والنازحين داخليا. نعم. طيب أستاذ بيسان، كيف يتم التنسيق بينكم وبين القلب الكبير حول مشروعات الدعم الخاصة باللاجئين؟ أوكي. دعوني في البداية ألخص لكم مساهمات مؤسسة القلب الكبير. فمنذ عام 2012 ليومنا هذا ساهمت مؤسسة القلب الكبير بأكثر من 27 مليون دولار أمريكي لتحسين ظروف أكثر من مليون لازق ونازح، سواء متواجدين في العراق وسوريا وميانمار وكينيا وباكستان. نعم. والكثير من البلدان الأخرى. وكانوا تركيزهم على المشاريع في القطاع الرعاية الصحية، التعليم، تمكين المرأة والاستجابة لحالات الطوارئ وغيرها من المشاريع. هلأ يتم التنسيق والاتفاق على المشاريع مع مؤسسة القلب الكبير حسب الحاجة في الميدان. فعلى سبيل المثال أعطيك مثال، تبين لنا مؤخرا أنه في حاجة ماسة لإنشاء مدرسة جديدة للفتيات في مخيم ككومة للاجئين في كينيا، وذلك لشح المقاعد الدراسية للفتيات في هذا المخيم. فقد عرضنا هذا المشروع على مؤسسة القلب الكبير ومشكورين، هم تم الموافقة على دعمه، وحاليا يتم بناء المدرسة في مخيم ككومة في كينيا. فأعطيتك مثال هون على التبرعاتهم والمشاريع. طيب بالنسبة لجائزة الشارقة الدولية لدعم مناصرة اللاجئين، كيف تم التنسيق لها؟ أوكي. هلأ بدأت الجائزة الشارقة في عام 2017. نعم. ويتم منح جائزة الشارقة الدولية لمنظمة إنسانية محلية غير ربحية تعمل في منطقة الشرق الأوسط أو في قارة إفريقيا أو آسيا. وتكون قد ساهمت هذه المؤسسة بشكل حقيقي في توفير احتياجات اللاجئين والنازحين. الاحتياجات نحكي هون الاحتياجات الغذائية أو الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية. تتم عملية اختيار الفائز من قبل مؤسسة القلب الكبير والمفوضية، يعني عمل مشترك بين المؤسستين، حيث إنه ومنألف لجنة ممثلة من القلب الكبير والمفوضية يقومون باختيار أول إشي 10 مرشحين، ومن ثم 3 مرشحين، وفي النهاية تم إرسال المرشحين الثلاث إلى سمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة. نعم. وسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينته لاختيار الفائز. فهو هذا هو يعني. نعم. طيب هل تشاركون في نشر إعلان أو في يعني نشر ترويج عن باب الترشيح من قبلكم كمنظمة؟ نعم نشارك. نشارك في طبعا في مواقع التواصل الاجتماعي لدى المفوضية، وكمان لدى مواقع التواصل الاجتماعي لدى مؤسسة القلب الكبير. بالإضافة يتم فتح باب الترشيح للجمهور من خلال منصة إلكترونية على الإنترنت. فممكن للمؤسسة هي ترشيح نفسها أو ممكن لأشخاص آخرين ترشيح المؤسسة. وفي المفوضية كمان يتم ترشيح مؤسسات محلية بتواصل عملها في الميدان. طيب أستاذة بيسان، ما هي المعايير اللي تم وضعها بالشراكة مع القلب الكبير للمشاركين في الجائزة؟ هلا يوجد 4 معايير عادة نتقيد فيها، اللي هي مدى تأثير عمل منظمة في تحقيق فوائد ملموسة على المجتمعات اللاجئة. فهذا أهم شيء، إنه يكون في فوائد ملموسة على اللاجئين. ومدى قدرة المنظمة على تطبيق الابتكار
في المشاريع المنفذة، ومدى قدرة المنظمة برضو على سد الفجوات الموجودة، الفجوات والحاجة الموجودة في الميدان وحاجة اللاجئين، وتنفيذ برامج ومشاريع تدعم مبدأ الاستدامة، تكون مشاريع هاي مستدامة يعني تقدر تدير حالها بنفسها. طيب إلى أي مدى هذه الجائزة تعتبر من أهداف المنظمة؟ فممكن كما تعلمون هذه الجوائز الإنسانية هي فرصة مهمة لتسليط الضوء على الجهود الفردية والتنظيمية للأشخاص اللي كرسوا مواردهم سواء وقتهم ولا مهاراتهم أو أموالهم لإحداث فرق في حياة اللاجئين والمحتاجين. صحيح. وكمان هذه المنصات تلهم الآخرين للعمل على دعم القضية اللاجئين طبعا في حدود قدراتهم. فجائزة الشارقة الدولية توفر منصة إقليمية هامة للإشادة بهدول الأبطال المجهولين في جميع أنحاء المنطقة الذين يعملون بلا كلل وبلا تعب لدعم وحماية اللاجئين. طيب ما إذا ما إذا تكلمنا أستاذ بيسان عن الإقبال اللي تستشعرونه من قبل المشاركين، ما مدى التعاون وكذلك يعني هذا الإقبال وثقافة الإقبال من قبل المشاركين؟ يوجد إقبال كبير جدا. ففي السنة الماضية تم إرسال مئات الطلبات الترشيح من مؤسسات تعمل في قارة إفريقيا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط، وصراحة المفوضية بالشراكة مع مؤسسة القلب الكبير وجدت صعوبة كبيرة في اختيار فائز واحد لأن العديد من الطلبات كانت جديرة بالفوز. فإحنا يعني منشاهد إقبال كبير جدا على تقديم أو المشاركة في هذه الجائزة. نعم. طيب كلمة أخيرة يعني نأخذها من أستاذ بيسان عن هذه الجائزة والمشاركة في هذه الجائزة كذلك. هلا أنا كممثلة من المفوضية هنا أدعو أي شخص يعرف بمؤسسة أو منظمة محلية قائمة في منطقة الشرق الأوسط أو إفريقيا أو آسيا تعمل لخدمة اللاجئين وتعمل بلا كلل أو ملل إنه يتم ترشيحها. وهون أنا كمان بدي أستغل الفرصة، فرصة هذه المقابلة، لأتوجه بالشكر والعرفان لسمو الشيخة زواهر بنت محمد القاسمي لكل عملها وعمل مؤسسة القلب الكبير لمناصرة اللاجئين ومساعدة اللاجئين أينما كانوا. فمسيرة عطاء سمو الشيخة زواهر بنت محمد القاسمي ما شاء الله لم تعرف أي عوائق، حيث قامت سموها بزيارات ميدانية إلى لبنان والأردن ومصر وماليزيا، والسنة الماضية قبل سنتين زارت اللاجئين الأفغان في باكستان. صحيح. وحصل لي الشرف أن أكون معها في هذه الزيارة. فبتوجه لشكر لمؤسسة القلب الكبير وسمو الشيخة زواهر بنت محمد القاسمي التي تترأس للمؤسسة. طبعا أستاذ بيسان سلامة مدير العلاقات مع القطاع الخاص المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، شكرا لك على هذه المداخلة ويعطيكم العافية وموفقين في الدور الكبير اللي تقومون فيه. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا كثير. شكرا. أهلين، يعطيك العافية.